اليوم في المركب الثقافي ديال الأنفا تم واحد الورشات ديال التعايش بين الديانات اللي جمعات بين الديانات الإبراهيمية. زعماك سي شي حاجة اللي ما شي حاجة اللي اليوم خاصنا في المغرب وخاصة تدوز في المدارس ديالنا باش الشباب ديالنا والأطفال ديالنا وولاد ولادنا وولادنا يعرفوا شنو التعايش وشنو هي الديانات وشنو الافكار افكار اللي كتركز على اش غادي نقول بواحد الكلمه هي التعايش والتعاشر باش يتعاشروا شي يتقبل شي ما يحقدش على شي. والشباب ديالنا كنتمنى ليه بان هاد الورشات اللي حضرنا لها اليوم ينتقلوا عندهم هاد الناس ويشرحوا لهم هادشي وشكرا. دكتور عبد الله الشريف الوزاني استاذ باحث في الفكر الاسلامي وعلوم التربيه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه وموالاه. اليوم سيكون لنا الشرف للمشاركه في مائده مستديره ذات اهميه كبيره ولا سيما ذات راهنيه، لاننا سنتكلم حول مفهوم الحوار في الأديان السماوية وما يؤدي إليه من عيش مشترك سلمي وإيجابي. وهذه المائدة المستديرة سيشارك فيها ممثلين عن الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، ليدنوا بدلوهم في هذا المجال وليتكلموا انطلاقا من مرجعيتهم ومن كتبهم السماوية ومن النصوص الوحية حول مفهوم الحوار في الأديان ومفهوم العيش المشترك. وأهم شيء هو أن نتبادل الأفكار وأن نخلق جوا إيجابيا يمكن اليوم للمواطن المغربي خاصة ولكن للمواطن الإنساني عامة أن يستنبط منه مفاهيم أو توجهات مفادها أن الإنسان خلق ليعيش في كرامة، خلق ليعيش في سلم، خلق ليعيش في عدل وسماحة وتوافق مع أخيه الإنسان بغض النظر عن كل مرجعية سواء كانت عقدية أو جنسية أو لغوية أو لونية، لأن مراد الله سبحانه وتعالى هو أن الإنسان يسعد في هذه الدنيا، وأما مآله في الآخرة فأمره لله سبحانه وتعالى.